الشام مقهورة علاش عنا والكفار خليتوها الرياضة قدستوها والكفار خليتوها هي مناسبة عيد الأمم للطبقة العاملة اخترنا في المنظمة الديمقراطية للشغل أن نضع عليها شعار بالطبع لقد شاهدتموه هو شعار من أجل العيش بكرامة فيفر دون لا دينيتي لأنه الطبقة العاملة المغربية مع كامل الأسف تدحرجت بشكل كبير اليوم بدأت تقرب من الطبقة الفقيرة رغم أنها عندها بعض الأجور لأن الأجور ديالها تآكلت وتراجعت قيمتها بشكل كبير وهذا اللي جعلنا أنه نقول بأنه اليوم المغاربة والطبقة العاملة بغي العيش بكرامة اللي غيضمن لها الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الصحي والدوائي والأمن الفكري كذلك هذو هما المطالب الحقيقية اللي اليوم في إطار مجانية التعليم ومجانية الصحة والسكن اللائق مع كامل الأسف كنا نأمل من الحكومة الحالية أنها تراجع وتتم القضاء على المخلفات ديال الحكومة السابقة اللي كان واحد الإرث ثقيل جدا سواء نظام التقاعد أو القضاء على صندوق المقاصة أو تسريب قانون ديال حرية الأسعار والمنافسة لكن الحكومة الحالية استمرت على نفس المنوال استمرت على نفس النهج تقريبا النهج ديال الحكومة السابقة فيما يتعلق بتدمير القدرة الشرائية للطبقة العاملة والطبقة الفقيرة في المجتمع لهذا تنطلب بزيادة عامة في الأجور بعدالة ضريبية بمراجعة نظام الضريبة على الدخل والنظام الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الواسعة للاستهلاك وعلى المحروقات لأن هذا ارتفاع أسعار المحروقات هي اللي عليها انعكاس على المواد الغذائية الأساسية لهذا اليوم اللي ربح أكثر في هذه السنة هم شركة المحروقات هم المضاربين هم شركات ديال صناعة المواد الغذائية حققوا أرباح خيالية وشكون المتضرر شكون أدى الثمن الطبقة العاملة والفقراء في هذا المجتمع نتمنى أن تسرع أن تأخذ الحكومة إجراءات متسرعة من أجل زيادة عامة في الأجور وفي المعاشات لكن كذلك هذا الدعم المباشر للأسر تبدأ به من غدا راه هاد الفقراء ما غيبقاوش ينتظروا سنوات باش تجي تعطيهم داك الدعم رغم بساطتي ولكن اليوم آن الأوان نظرا لهاد الأسعار المرتفعة أنها تبدأ في تقديم الدعم ما ننتظروا السجل الاجتماعي الموحد علينا على الحكومة تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة بندريوش محمد الكاتب الوطني ديال المنظمة الديمقراطية للشغل لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اليوم الطبقه الشغيله كتخلد اليوم الاممي ديالها وكتعبر على الهموم ديالها وكتعبر على المطالب ديالها في ظل هذه الموجه الفاحشه ديال الغلاء وديال الصمت الحكومي وحنا بالنسبه لنا في القطاع عندنا واحد الاشكال اللي هو كبير وان كاين مشروع قانون ديال تفويت القطاع ديال الماء صالح الشرب وتطهير السائل والكهرباء لشركات جهويه متعدده الاختصاصات هذا المشروع اللي ما تمش التداول فيه مع الممثلين ديال المستخدمين وما تمش استجابه للمطالب ديال المستخدمين واليوم حنا تنعبروا على الراي ديالنا فهاد سميتو كنطلبوا بحل بفتح باب الحوار مع المنظمه الديمقراطيه للشغل للمستخدمين ديال المكتب وكنطالبوا ب يعني الحقوق ديال الشغيله والمسائل كلها اللي كتخص السير العادي ديال المستخدمين داخل المكتب الحكومه كتمرر هذا المشروع بسرعه فائقه وما كتاخذش بعين الاعتبار المتطلبات ديال المستخدمين او ديال المكتب الاداره العامه غالقه باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين اللي كاينين في المكتب لهذا اليوم حنا تنعبروا على الرفض ديالنا ديال التنزيل ديال هذا المشروع بهذه الطريقه هذه